الآن هذه الطريقة الأولى أنه يكتب في الصفحة، يكتب في صفحة الإيفار، يبدأ بالكتابة ويكتب، نعم، يقلد الخط الموجود، يقلد الخط الموجود، نعم. وهذه ترى أجود أفضل طبعا. لا، الطريقة الأولى هذه إذا كان الكاتب يعني ما عنده خلفية في الخط، ما عنده خلفية عن الخطوط، عن كتابة الأحرف والحركات، أو مبتدئ يعاني كثير، طب إيش يصنع؟ الأفضل أنه يستخدم الطريقة الثانية، هي طريقة الشف أو التنقيط. الشف يعني يجيب ورق شفاف؟ نعم، إما أن يحضر ورق شفاف. الآن وجه ال... نعم نعم، عندنا هذه ورقة فاضية، تمام، يضع على الورقة اللي الكلمة اللي في أسفل اللي كتب، نعم، اللي كتبناها ورق صارفة. شفاف، نعم، ورق شفاف يضعها على الكتابة الموجودة ويبدأ يكتب، ويبدأ، نعم، يبدأ بتقييد الكتابة الموجودة في الأسفل، نعم، طبعا هذا يكون أسهل للمتدرب، نعم. طيب، وممكن طريقة تنقيط أيضا؟ نعم، طريقة التنقيط، إما طبعا إن شاء الله بنكون في طور إعداد الطريقة هذه للإخوان المتدربين بإذن الله، طريقة تساعدهم. الكلمة تكون منقطة، نعم، إيش ما كانت الكلمة تكون منقطة بقلم أصغر، ثم يبدأ المتدرب يكتب عليها، نعم، يكتب عليها. وهذه أيضا من أفضل الطرق في كتابة للمبتدئ يعني. صحيح، نعم، تمام، في كتابة المصحف للمبتدئ. ويعني من فوائد الطريقة هذه تحسين الخط والكتابة الصحيحة، تمام. والطريقة الثالثة طبعا، طريقة ثالثة، نعم، نعم، هي قريبة من الشف، لكن الكلمة تكون مكتوبة بخط خفيف، يعني الطريقة الثانية هنا التنقيط وهناك التضليل، التضليل، نعم، يعني فقط الكتابة مكتوبة، مكتوبة، نعم، نعيد عليها الكتابة، نعيد مرة أخرى، نعم، بارك الله فيك.